هنا مارسيليا أقصى الجنوب الفرنسي، هذه المدينة التي عرف عنها التعايش والقدرة الكبيرة على هضم واستقطاب عديد الأجناس والأعراق، خاصة العرب وخاصة منهم سكان شمال أفريقيا. هذه المدينة اليوم تعيش على وقع اختبار ديمقراطي جديد، هو الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الفرنسية. اختبار الديمقراطية كما قلنا في مارسيليا كلاسيكي نوعا ما هذه المرة، بين اليمين واليسار. اليسار الذي يمثله الاتحاد الشعبي والبيئي والاجتماعي الجديد بقيادة إيمانويل بومبار عن مارسيليا، والذي نجح في الدور الأول بأرقام تشي بأنه ربما سيفوز بالدور الثاني، حيث تجاوز 56% من الأصوات في منافسة قد تكون شرسة في الدور الثاني مع المحامية ذات الأصول المغربية من الائتلاف الرئاسي معا نجاة أكوداد. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، مارسيليا، فرنسا.